الو، ايوه، انا في البيت. لا، ما اقدرش اجي، ده اخوي. مش اخوي، كيف اخوي؟ وانت ازاي اصلا تتخانق معاه؟ انا قلت لك امشي، كنت هملتني امشي. انت كيف اصلا خدت رقمي؟ انت يعني عايزة تقنعيني انك ما شفتنيش وانا برن من موبايلك على موبايلي؟ سكت يعني. عموما يا ستي ما تزعليش، انا ما ينفعش اشوف حد بيشدك بالطريقه دي حتى لو كان اخوكي. واسكت، انا اللي ما رضيتش امد ايدي عليه علشان خاطر عيونك انت بس يا قمر. طبعا قمر، انت عملتي فيا ايه يا بنت اللذينه؟ انت زي ما تكوني جنيه بتلبس الواحد وما بتخرجش منه ولا بالطبل البلدي. بس ايه، احلى جنيه في الدنيا. صاحبك شكل المره دي وقع على بوزه. ايه الجديد؟ ما هو على طول كده. لا بس المرة دي شكلها غير كل مرة. مريم شيلي شريف من دماغك، انت مش قده. هو اللي حطيني في دماغه، ولما البت دي ظهرت خلع وما بقاش يرد عليا. ومش يمكن ده في مصلحتك؟ قصدك ايه؟ خليكي في حالك، العطا رسي على زينب. زينب؟ ماشي. الله 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 يا زينب، شوفي وشك منور كيف، شكلها المكالمة كانت زينة قوي. مش مهملاك يا زينب غير لما أعرف كل حاجة. اسكتي شوي. أسكت شوي؟ ليه هات؟ كنتي بتكلمي عمرو دياب إياك يا بنت. هماليني لحالي؟ ده حب عاد ولا إيه؟ بقول لك ايه يا زينب، قومي يا حبيبتي، بصي على روحك في المرايه وانتي تشوفي عينك بتضحك كيف، كان صوته بيعزف ربابة احلى. اديكي نطقتي يا زينب، يلا قولي لي كل حاجه. ما انت يا زينب لو ما نطقتيش هروح افتن عليكي الفطنه واقول لها كل حاجه. اوعي والله اقطعك بسناني. طب قولي لي عاد، هو مين؟ اسمه ايه؟ شكله كيف؟ هقولك. قولي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.